السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتعلم ازاي نصلح اي ميك اب عندك، بودر سواء كان روجاجو او بودره تثبيت او حتى مصحح حواجب زي الموجود معانا ده، مصحح حواجب فلومار. كان عندي الاول بالشكل ده كده، ده كان شكله قبل ما يتكسر. انا معايا واحد تاني ولكن للاسف وقع واتكسر مني 100 حته، هوريه لحضراتكم. اتكسر معايا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده، بقى بايظ خالص. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي، نرجعه زي الاول. كل اللي هنحتاجه كحول وكيسه بلاستيك عاديه زي دي كده، وكمان حاجه نكسر بيها. اي حاجه موجوده عندك تكسري بيها. انا هستخدم معايا فرشه، الفرشه دي انا هستخدمها الجزء اللي تحت هكسر بيه، باقي الحتت اللي هي مش متفتته معايا هخليها كلها فتافيت. اول حاجه هنعملها دلوقتي هبتدي ان انا احط الحاجات المتكسره عندي دي جوه الكيسه البلاستيك بتاعتي بالشكل ده كده. هفرغ كل المحتوى عندي كويس جدا هنا، وهبتدي ان انا اكسر الحاجات دي كلها بحيث ان هي تكون ناعمه جدا جدا جدا. ما تخافيش يعني مش هيحصل حاجة، بس كل اللي هنحتاجه ان احنا عايزينها تكون شبه الترابة الناعمة خالص. خلاص دلوقتي بقى ناعم جدا اهو زي ما حضراتكم شايفين. ابتدي دلوقتي ان انا احطها بقى في العلبة بتاعتي اللي هي اصلا كانت مكسورة، ارجعها تاني. ابتدي ان انا افرغ المحتوى بتاعي بالراحة كده في العلبة بالشكل ده كده. انا كده فرغته في العلبة اهو، وقع بس مني شوية صغيرين، هحاول ان انا المهم وابتدي ان انا اساوي في الحاجة الموجودة معايا وارجع كل حاجة للعلبة. هبتدي دلوقتي ان انا احط منديل واضغط على العبوة بتاعتي بالشكل ده كده لحد ما تتكبس معايا او تضغط وتبقى مضغوطة خالص. هوريكم شكلها دلوقتي، ده شكلها خلاص بقت حلوة جدا اهي، تمام. بس احنا ايدينا اتحكت شوية. هنبتدي دلوقتي ان احنا نضيف الكحول. هبتدي دلوقتي ان انا احط كمية من الكحول بالشكل ده كده، وهكبس تاني مرة تانية على العبوة بتاعتي بالشكل ده كده. وخلاص كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هسيبها تنشف، وبكده نكون صلحنا المصحح الحواجب بتاعنا.